اقول لك يا ابو عبد الرحمن، معنا اخونا نادر من السعوديه. السلام عليكم يا السلام اخ نادر. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. كيف حالك يا شيخ مسعود؟ لله الفضل والمنه. الشيخ خالد كيف حالكم يا شيخ؟ مرحبا، الله يحييك يا اخي الكريم. الله يحسن اليكم ويبارك فيكم يا شيخ. آمين. حياك الله. اللهم صل على الشيخ. عفى الله عنك، بودي يعني اتكرم الشيخ ماجورا بتوضيح مساله يعني نحن بحاجه لها في هذه الايام، وهي مساله المسح على الخفين. ايوه. اي نعم، ودي ان الشيخ يعني يفصل فيها في شروط المسح على الخفين واحكامها. مشكورا ماجورا. بارك الله فيك. شكرا. وثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. شكرا اخي نادر، حياك الله. سلام. باركك. اخونا نادر من السعوديه يعني يقول الايام دي في الشتاء يحتاج الناس الى المسح على الخفين. هو يريد ان نتكلم باستفاضه لكن ما يتسع المقام، وايضا نحن نجيب على الاسئله كل ما وردت في هذا البرنامج حول الموضوع هذا، لكن لابد ان نقول له شيئا فيه. اذا نقول له ان الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وفي قراءه وارجلكم، وهذه الايه دليل على مسح الخفين، فانها دل على الغسل، غسل القدمين. نعم. ومسحهما اذا كان مسترين. طيب. والسنه الغسل اذا كانت القدم مكشوفه. نعم. والمسح اذا كانت القدم مستوره. نعم. ولذلك السنه هو موافقه حال على الراجح. بعض العلماء يقول السنه الغسل، وبعضهم يقول السنه المسح، والصواب ان ذلك يرجع الى حال الانسان. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، والشرط الابرز الظاهر في المسح على الخفين ان يلبسهما على طهاره، لما في الصحيحين من حديث المغيره بن شعبه انه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت، يعني نزلت لانزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويجوز يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها. نعم. إذا لبس جوربا فمسح عليه ثم لبس آخر، هل يجوز أن يمسح على الأعلى؟ الجواب أنه يجوز. نعم. على الصحيح من قوله العلماء. نعم. وبعض العلماء يقول أن الحكم يتعلق بالممسوح الأول. نعم. لكن الذي يظهر أنه لا بأس بأن يمسح على ما لبسه أخيرا، وهو الفوقاني الأعلى. جزاك الله خير. أيضا مما يتعلق بمسح الخفين. نعم. على عجل. نعم. مسألة المدة، جماهير العلماء يرون أنه مؤقت بالنسبة للمقيم، يوم وليلة. نعم. وليس خمس صلوات، إنما يوم وليلة، يعني 24 ساعة. ساعة. ومتى تبتدي المدة؟ من أول مسح بعد الحدث، هكذا مسح قال الحدث. بعض العلماء. جميل. وبعضهم قال من الحدث. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يبتدأ الحساب من الحدث. نعم. وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا يعني ما يمكن. جزاك الله خير. الله لك. أنت برضك ما شاء الله استفدت.